السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله معنا مشروع، المشروع على شبكة باينانس سمارت تشين، في انعكاسات بتجيلك على محفظتك طبعا، في حاجات بتروح للماركتينج وولت، في حاجات بتروح للديف. في نفس الوقت المشروع يعتبر لسه ايرلي، الفريق طبعا لجت، فلو حابب تستثمر دي حريتك الشخصية. في البداية لو انت مش مشترك معايا في القناة يا ريت تشرفني بالدعم، الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. طبعا مشروع النهاردة موجود على شبكة باينانس سمارت تشين اللي كواليتي مقفولة زي ما انتوا شايفين، وكان في تجديد للقفل بنسبة 6 شهور، يعني مفيش حاجة اسمها رجل. طبعا عندي التوتال سبلاي يعتبر واحد زي ما انتوا شايفين كده، عندي يعتبر 1 مليار، عندي الهولدر 448، عندي ترانزاكشن 2547. لو بصيت هلاقي دي كلها طالعة من محافظ بانكينج سواب طالعة على الهولدر، عندي برضو في عمليات بيع خارجة من الهولدر طالعة على بانكينج سواب. لو حبيت ان انا ادخل على الهولدر كده هلاقي عندي فيه كمية بيرن حوالي 11% زي ما انتوا شايفين. المشروع يعني التوتال سبلاي قليل، في نفس الوقت المشروع طبعا فيري ليجت، طبعا الويب سايت بتاعهم نوت ريدي، يعني قريبا باذن الله يكون في ابديت. بالنسبة للتويتر طبعا زي ما انتوا شايفين التويتر الخاص بيهم، لو بصيت كده هتلاقي فيه يعتبر دي تغريدة النهاردة ايلون ماسك، زي ما انتوا شايفين كل حاجة خاصة بالمشروع، بحيث ان انت تبقى شايف دي كانت التغريدة الخاصة بيهم النهاردة على المشروع. المشروع طبعا عمل النهاردة يعتبر انجاز عظيم بالنسبة للسعر، لو بصيت كده هتلاقي دي كلها كانت مشتريات من على بانكينج سواب. بالفعل النهاردة تم اللانش على المشروع، المشروع يعتبر لسه العمر قليل بالنسبة له، يعني مشروع ايرلي بحيث ان انت تستثمر وانت ضامن استثمارك. لو بصيت كده للشرط هتلاقي فيه مبيعات كبيرة ومشتريات كبيرة برضو، نفس الكلام كان على بانكينج سواب، ولكن بيتم ظهور الشرط على المنصة زي ما انتوا شايفين. انا بسيب لكم دايما الشرط في اسفل الوصف، بحيث ان انت لما بتحب تستثمر بتعرف تقيم السعر الخاص بيك. برضو لو رجعنا هنا هتلاقي كل حاجة موجودة عندي. بالنسبة للسبلاي زي احنا ما قلنا موجود عندي 1 مليار، في حرق 11%، الليكويديتي مقفولة، التويتر بتاعهم جاهز. لو حابين نشوف التليجرام الخاص بالمشروع، بحيث ان انت لو حابب تدخل او تنضم للتليجرام بحيث ان انت تتابع كل التحديثات، ده التليجرام الخاص بالمشروع زي ما انتوا شايفين في 1907. المشروع طبعا فيري ليجت، لو حابب تستثمر دي يعتبر بعض الشراكات او بعض المؤثرين اللي تم الدفع بينهم النهاردة. عندي النهاردة كانت في تغريدة من بعض المؤثرين زي ما انتوا شايفين، دي التغريدة الخاصة بيه. تم التغريدة من منذ ساعات، طبعا كان في بام على المشروع، برضو ده مؤثر تاني اعلن عن المشروع. لو حابب ان انت تشوف برضو هتدخل على التويتر التاني هتشوف بعض التغريدات الخاصة، ده يعتبر من ضمن المؤثرين اللي اطلق النهاردة التغريدة على المشروع. طبعا عنده 8000، لو بصينا هتلاقي 8753. طبعا كلنا عارفين المؤثرين دي من اكبر الشخصيات اللي هي في الدول الاجنبية، بحيث ان لما بيطلق رتويت على المشروع بيكون في بامب دايركت على المشروع. لو حابب ان انا اشوف الشارت برضو تاني زي ما احنا قلنا كان في دي كلها مشتريات النهاردة، المشروع بالفعل عمل بامب كبير، كان في مشتريات ضخمة ومشتريات صغيرة، بحيث ان في ناس لو رجعت للشارت كده مثلا لمدة ساعة، او مثلا هنجيب مثلا 12 ساعة، بحيث انت تبقى شايف ده كان القمة يعتبر بتاع البداية بتاع اللانش. طبعا عمل قمة عندي هنا، وبعد كده دي منطقة جني ارباح اللي هي المنطقة الفارغة بالنسبة لي. طبعا المشروع زي ما انتوا شايفين لسه لجت وجديد، فلو حابب تستثمر الماركت بتاع المشروع النهاردة يعتبر 200,000 زي ما انتوا شايفين. عند الليكويديتي مقفولة في 91 بي ان بي، بحيث ان انت شايف هيكون في الاي دي اس قريبا على المنصة هنا، بحيث انت تبقى شايف. في بالنسبة للماركتنج وولت في يعتبر انعكاسات بتجيلك على محفظتك، في الماركتنج وولت بيروح لها نسبة معينة، وعندي في حاجات بتروح للكوديتي بول بحيث ان ما يكونش في اي دروب في السعر ولا يكون في اي اغراق في السعر. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين ده الاكونت الحقيقي بتاع ايلون ماسك، في 61 مليون متابع، لو دخلنا عليه هتلاقي نفس الكمية اللي على الاكونت الحقيقي. اللي كودت زي ما انتوا قلنا مقفولة، عندي توتال سبلاي قليل، يعني عندي مشروع يعتبر لجت، فلو حابب تستثمر دي حريتك الشخصية.
باذن الله الويب سايت ده هيكون ريدي قريبا، هنزل لك تغريده او هنزل لك فيديو بخصوص الويب سايت، هعمل لك تحديث بسيط عنه باذن الله بعد ما يكون جاهز، علشان تدعم او لو حابب تشتري في المشروع منتظر الويب سايت يكون متاح ليك باذن الله. طبعا عندي هنا قلنا في يعتبر 1 تريليون، الحرق 11%. المشروع طبعا لسه يعتبر، لو جبت اخر ترانزاكشن الاقي عندي اخر ترانزاكشن كانت من حوالي 2 أو 3 أيام، دي كانت بعض الترانزاكشن اللي هي من 3 أيام. عندي لو هفتح بانكينج سواب هنشوف مع بعضينا لو حابب ان انا اشتري، بحيث ان انا يكون متاح بالنسبة لي ان انا اشتري بسهولة. طبعا هتحتاج ان انت تاخد الكونتراكت بتاع المشروع وهتدخل هنا تعمل سيليكت بحيث ان الرمز يتضاف معاك. بعد ما بيتضاف معاك في البداية انت بيكون معاك بي ان بي على محفظتك، سواء انت بتستخدم تراست وولت او بتستخدم ميتا ماسك على حسب نوع الجهاز اللي انت بتستعمله، بحيث ان انت تبقى شايف، هتحدد الكمية الخاصة بيك من فوق، وبعد كده المفروض ان انت بتعمل كونكت لمحفظتك علشان تكون قادر على الشراء. انا مثلا هحط 4 بالنبي، طبعا المحفظة انا عامل كونكت لكن انا بستخدم المحفظة دي في التست اوريدي، انا مشتري يعني في المشروع. هتيجي هنا تحط 0.00 وهتحدد السكالبنج بتاعك او السعر الانزلاقي بتاعك ويتم الشراء. طبعا المشروع جديد فلو حابب تشتري ده حريتك الشخصية. هسيب لك كل الروابط اسفل الوصف، انا مش بعيد على الاستثمار في اي مشروع، انا بنزل لك المشروع وانت ليك مطلق الحرية، بحيث ان انت لو حابب تستثمر او حابب ان انت يعني تدعمنا بلايك واشتراك، دي حريتك الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.